الجزئية الثالثة، مفروض عندي إكس أكبر من أو بتساوي واحد وأقل من الاتنين. نفس القانون برضو، الإف كابيتال أوف إكس، بعمل انتجريشن من نيجاتيف إنفينيتي لحد إكس للإف أوف تي دي تي. ممكن نبدأ من الأول، يعني نبدأ نحسب التكامل من نيجاتيف إنفينيتي زي ما احنا كنا شغالين في الأول، من نيجاتيف انفينيتي لحد الصفر، وبعد كده من الصفر للواحد، ومن الواحد لحد الاكس. ولكن احنا اصلا حاسبين التكاملات دي قبل كده، زي ما قلت لك الداله دي داله تجميعيه كوميوليتيف، فبالتالي لو رحت اكتب التكامل ده اف اوف اكس هتساوي من نيجاتيف انفينيتي لحد صفر الاف اوف تي دي تي، زائد من صفر لواحد f of t dt، زائد التكامل من واحد لحد x ل f of t dt. بنلاحظ اصلا ان التكامل ده اللي هو اول جزئين في التكامل، الجزء ده زائد الجزء ده، انا حسبته قبل كده، يعني انا حسبت التكامل ده، ولكن انا كنت حاطط مكان الواحد دي كنت حاطط في الاخر x. يبقى انا دلوقتي لو رحت عوضت عن الاكس دي اللي انت شايفها دي بواحد، يبقى كاني رحت حسبت التكامل من اول نيجاتيف انفينيتي لحد واحد. طب ما هو ده الجزء الاول فعلا من التكامل من نيجاتيف انفينيتي لحد واحد، يبقى انا مجرد بس معوض عن الاكس دي باللور باوندري بتاع الفترة اللي انا بحسبها، يبقى انا كده قدرت احسب الجزء الاول من التكامل، ما اروحش احسبه تاني بقى كل شوية لان كده كده انا حسبته قبل كده. يبقى انا ممكن اكتب الجزء الاول من التكامل ده عبارة عن اكس تربيع على الاتنين، ولكن اعوض باللور باوندري بتاعة الانترفال بتاعتي، فيبقى عبارة عن واحد تربيع على الاتنين، ويبقى فاضلي الجزء الاخير للفترة او الانترفال اللي انا شغال عليها اللي هي من واحد لاكس. طب من واحد لحد اكس، بلاحظ من واحد لحد اكس طبعا انا شغال ما بين الواحد والاتنين، بلاحظ ان الاف اوف اكس بتاعتي عبارة عن 2 ناقص اكس، فممكن اعوض هنا عن الاف اوف تي عبارة عن 2 ناقص اكس دي تي، وطبعا هنا المفروض نكتب تي مش اكس، يبقى 2 ناقص تي دي تي. ده هيساوي واحد تربيع بواحد على الاتنين زائد 2 تي ناقص تي تربيع على الاتنين، وحدود التكامل من واحد لإكس، يطلع الناتج عندي عبارة عن نص زائد 2 إكس ناقص إكس تربيع على الاتنين، وعوض باللور باوندري اللي هو الواحد، يبقى 2 ناقص نص. المفروض الناتج هنا هيطلع عبارة عن نص، وفي برضو نص هنا بالموجب، وفي ناقص 2 زائد 2 اكس ناقص اكس تربيع على الاتنين، يطلع الناتج عبارة عن نيجاتيف اكس تربيع على الاتنين زائد 2 اكس، ونص زائد نص واحد ناقص 2 يبقى ناقص واحد. ويبقى كده انا اوجدت الاف اوف اكس اذا كانت قيمة الاكس تقع ما بين الواحد وما بين الاتنين.